البلاستيدات الخضراء. تعتبر الأوراق الخضراء من النباتات الراقية هي المراكز الأساسية لعملية البناء الضوئي، لأنها تحتوي على البلاستيدات الخضراء. تبدو البلاستيدات الخضراء ككتل متجانسة متحركة في السيتوبلازم، وتأخذ البلاستيدة شكل العدسة المحدب، ويمكن رؤيتها بشكل واضح في خلايا نبات البوليديا باستخدام المجهر الضوئي. توجد البلاستيدات الخضراء داخل خلايا النباتات الخضراء، وتحاط البلاستيدات بغشاء مزدوج. يوجد داخل البلاستيدة نخاع يسمى ستروما، وتمثل أرضية البلاستيدة، وتتكون من مادة بروتينية عديمة اللون، وتحتوي على إنزيمات وجزيئات DNA وRNA وريبوسومات. ينتشي في نخاع البلاستيدة الخضراء حبيبات تسمى الجرانا، وهي قرصية الشكل تنتظم في عقود تمتد داخل البلاستيدة. تمتد من حواف بعض أقراص الجرانا صفائح بين الجرانا لتزيد من مساحة السطح المعرض للضوء، وتحتوي أقراص الجرانا على الأصباغ التي تمتص الطاقة الضوئية.